كيفك اليوم؟ تمام. انت؟ انا منيحه. امورك تمام؟ اموري تمام الحمد لله حبيبتي. ان شاء الله دائما. ان شاء الله انت كمان تكون امورك تمام، والمستمعين والمشاهدين وكل شخص عم بيشوفنا او عم بيتابعنا كمان هيك. اليوم الخميس بعدين شو ما كان صاير، تذكر انه اليوم بتقدر تسهر وتنام وبكره ما حدا يرن عليك وبدون الارم. هاي لحالها نعمه. والله نعمه. صح؟ والله نعمه. طبعا والله نعمه. صباحكم خميسي بامتياز. اليوم والله احنا لقينا موضوع من صفحة نور المصري، هي مختصة بالاستشارات حول الصحة النفسية، كاتبة عن قوانين لعزة النفس. كل ما أدركتها مبكرا، كل ما يعني رحمت حالك من ألم وتعب وخيبات أمل. يمكن سهل الحكي ولكن التطبيق صعب، بس مش غلط انه الواحد يضله يحكي، لانه انا بحس يعني كثرة الحكي وكثرة تذكير النفس بهاي القوانين ممكن انها تحدث فرق، وممكن انه زي ما قلت لك توفر على نفسك خيبات امل واحباطات ومواقف لا تحسد عليها. رهوفي، انا بنظري اهم قاعدة في قانون عزة النفس اذا كان عدوك رخيصا لا تحارب. صح. الحل مع العدو الرخيص البتر حتى تنقذ ما تبقى منك. كتير في أعداء بحياتنا. صح. في أعداء بيستحقوا إنه نحاربهم، في ناس ما بيستحقوا. هي زي مبدأ choose your battle. choose your battle طبعا يعني اختار المعركة اللي بدك، مش كل شخص بحياتك. حتى والله نادية ذكرت العدو الرخيص، حتى العدو السخيف، حتى العدو اللي ما إله قيمة، الشخص اللي عايش على هامش الحياة، ليش أضيع أنا طاقة معه وأكون بدي أحاربه وأدخل معه بمعركة؟ لشو؟ الانسحاب والصمت هو سيد الموقف بهاي الحالات. خلص، لأنه في ناس بتستاهل، في ناس بيستفزوك بطريقة إيجابية فبتحس أنه قال أنا بدي أخوض هاي المعركة معهم، أنا بدي أناقش، أنا بدي أحكي. في ناس الله يعينهم على حالهم. وكثير من الانسحابات يا جماعة تعتبر انتصارات. صح. ما في حدا بيقدر انه خلينا نقول يكون هالقد حازم وصارم بحياته، خصوصا لما في مشاعر، خصوصا لما في عشره. ولكن بالمجمل الكرامه خط احمر عند الف صديق والف حبيب، ولازم نميز. ما تخلي دائما الايجو عندك عالي، بس اللي بدعس لك على كرامتك او اللي بده يدعس لك على كرامتك لازم تحط له حد. سمعتي عن قصه الشخص اللي بيمتلك مؤسسه يعني شركه أوكي. وهو طاغيه يعني بيعامل الموظفين بطريقة جداً وقحة، مستبد، بس الموظفين ساكتين. ليش؟ لأنه بعطي رواتب عالية. يعني إذا قارنوا بين رواتبهم والرواتب اللي ممكن يتقاضوها إذا طلعوا على أي شركة منافسة، لا فرق كتير، فرق كتير فجوة كبير. فهو مشتريهم. أوكي. كل يوم بيعمل اجتماع صباحي وبيذكر الموظفين بحسناته وعظمته. أنا اللي بعمله، ما حدا بعمله، أنا أنا أنا. وبعدين بالنص بقولهم وتذكروا إنه الراتب اللي بتاخده، إحنا المهندسين اللي بشركتنا بنعطيهم أعلى رواتب، العمال بنعطيهم أضعاف اللي بياخدوه برا، إحنا معطينكم سيارات، إحنا منجيب العمال من بيوتهم، إحنا معطينكم تأمين صحي بريميوم، إحنا 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 إحنا. وهداك اليوم بقول تفاجأت بموقف، في شخص صرخت عليه قال لي كله إلا كرامتي. ما هي الكرامة؟ سكتوا الموظفين. قالهم عرفوا لي معنى الكرامة. واحد فيكم قد حاله يجي يقول لي شو يعني كرامة؟ إجا مهندس هيك من وراء مع مفتاح السيارة، قال له هاي مفتاح سيارتك، وضايل بدي من الشركة راتب شهر ونص مسامحين، وطلع وترك الاجتماع، ذهب وانصرف. هاي هي الكرامة. هاي هي الكرامة. صح. ما تخلي حدا يشتريك. قد ما كان سعرك باهظ ستبقى رخيصا في عين نفسك. احنا لا نشترى. صح رهف؟ طبعا. البني ادمين ما انخلقوا كل حدا له سعر. طبعا انت بتدفع، لنفترض بالسيناريو اللي ناديه كانت عم تحكيه، تمام انت مدير شركه او انت رئيس شركه، انت عم تدفع لي مقابل المجهود اللي انا عم بقدمه بهاي الشركه، بس انت ما اشتريتني. انت ما اشتريتني. ما حدا بيشتري حدا، انت بتشتري خبراتي، بتشتري علمي، بتشتري معرفتي، بتشتري ادواتي، او بتدفع لي مقابل انه انا استثمر هاي الامور بهذه الشركه. ولكن انت ما بطلع لك تصرخ علي ولا تسب علي ولا تهيني ولا 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 بحكم انه والله انا بدفع لك راتب. برافو رهوف. بعدين بتعرفي هذا الشيء ليش بخوف؟ زي ما احنا بنورث كثير اشياء بالحياه، لا تورث ابنائك المهانه. طبعا طبعا فينا. طبعا يعني اولادك لما يشوفوا ابوهم عز نفسه ما بتعز عليه، لما يشوفوا ابوهم صورته مشوهه امام نفسه، اولادنا بيقتدوا فينا.
لا شعوريا ولا شعوريا احنا بالنسبه لهم النموذج المشرق، سلوكياتنا بتنعكس عليهم في المستقبل شئنا ام ابينا. لا تورث اولادك المهانه. وبعدين بتعرفي وانت عم تحكي على قصه كل حدا له سعره، تذكرت نقطه كثير مهمه كثير هلا عم نشوفها وبنسمعها، لما امراه بتقرر ترتبط بشخص بس لانه غني. ايوه. وانت تعتقدي كامراه انه انت تجوزتي البنك، فبالتالي السفر اللي ما شفتيه عند بيت اهلك بده يفرجيك اياه، الالماس اللي ما شفتيه عند بيت اهلك بده يفرجيك اياه. انا ما عندي مشكله بالزواج من رجل مقتدر، ولكن هذا الحكي ما بيعني انه اوكي يخونني، اوكي مد ايده علي، لانه هو هون معناته مش تريكي، صفقه، هاي مش شراكه، وانت موافقه وقاعده وساكته لانه انت حابه الاكسسوارات اللي جاي مع هذا الزواج. فهون ما تقولي لي انه هذا الزواج فيه كرامه وفيه عزه نفس وفيه احترام وفيه موده وفيه عشره، لا، هو صفقه، هو بدفع مقابل انه انت موجوده معه بهاي الحياه، وهو يحق له ان يفعل ما يشاء مقابل انه هو معيشك حياه حلوه. بدعس على انوثتك بعدين بعطيكي مفتاح سياره جديده فانت بتسكتي. بالظبط. انت بتعاتب من المحبة، والعتب على قد المحبة. وبقول لنادية مرة أنا زعلت منك لما عملتي هيك، وبقولها مرة ومرتين وثلاثة لأنه أنا شارية هاي العلاقة. بس في حد معين خلص، إذا الشخص أنت عم ضلك تعاتبه والسلوك ما عم يتغير، افهم أنه هو مو فارق عنده زعلك. آه مو فارق، بيقول لك بحبك، بيقول لك بحبك، هذا حكي، أعطيني فعل، طشي طشي. أنا زعلت من هذا الموقف، كرر هذا الموقف مره ومرتين وثلاثه، معناته انت مو فارق عندك زعلي. As simple as that. اعفيه من عتابك ومن اهتمامك، هو مو فارق له. طيب يا اختي كيف ما بيميزوا رهف انه هو مش فارق له؟ ولا هي مميزه وراضيه او هو ميز وراضي؟ بيكذبوا على حالهم. بتصيري انت تكذبي على حالك، تختلقي له اعذار. بالضبط، وتختلقي مبررات واعذار لانه انت بتحبيه. شوفي كل الأمهات اللي عم بسمعونا، لأنه الأمهات بيأثروا جداً بطفولة أبنائهم، لأنه يعني بيقضوا معهم وقت نوعي أكبر، بيحكوا لهم قصص ما قبل النوم، والرجال أيضاً، بس لأنه الأم الكواليتي تايم أكبر. دائماً قولي لأولادك خمس أشياء. لا تكن عادياً، لا تكن احتياطاً، لا تكن زائداً، لا تكن حلاً أخيراً، ولا تكن خياراً في أسفل القائمة. إذا هدول بحفظهم عن ظهر قلب وبتعامل فيهم، بيعيش بعزة وكرامة. مزبوط، وبيعيش حياة سعيدة، وبيعيش حياة سعيدة ومرتاح مع صح؟ حاله مليون بالمية، لأنه الاهتمام بمن يهملك إهانة. الله عليك. بيقولك اللي حابب يخسرك ساعده أنت واستغني عنه. طبعا هاي القاعدة الذهبية. وإحنا كلنا ما تكذبوا على حالكم، كل واحد فينا بيعرف لما يحس أنه اللي قدامه مش كتير حابه، مش متناغم معه، مش حابب يقضي وقت معه. ما تكذبوا على حالكم. أهم إشي بالصحة النفسية والقوة النفسية إنه أنت تكون تقرأ رسائل الناس وذبذباتهم لإلك بطريقة صحيحة. فإحنا بنكون حاسين إنه هالشخص متغير، هالشخص بطل زي قبل على كل المستويات أيضا. أنت ساعده وأنت استغني عنه عشان يعني خلص تكون يعني ريحته وإيش وحافظت على ما تبقى من عزة نفسك. وبعدين أوعك بحياتك تخلي حدا يشوف حاله عليك بالقيمة اللي أنت أعطيته إياها. أيوة بالضبط، إحنا بننفخهم. أنا بنفخه بعدين بصير شايف حاله علي، اللي نفخه نرجع من نفسه. صح 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 صح